أسئلة كثيرة تسأل عن البوصيري، هل يحكم بكفره أم ماذا؟ ما ندري وش مات عليه، ما تكفير المعين ما نحكم به إلا بدليل على أنه مات على الكفر، لكن نقول كلامه ذا كفر ومن اعتقده فهو كافر، لكن الشخص الله أعلم، ما ندري وش مات عليه ولا وش ختم له به، وما لنا شغل بالأشخاص، حنا شغلنا بالكلام اللي أضل الناس وأوقع الناس، نبطله، لابد نبطله ونرد عليه. نعم.